جاعون السلطان زولنا لي بانيس ديال الباسكيت، زولهم بالديسكو قطعهم وداهم. بقينا عام كنفتحوا عليهم ما كاينش. رجعنا لي سيرسو، خسرنا عليهم فلوس، بزاف ديال الشباب تعاونهم في الجيب ديالهم. يومين ثلاث ايام جينا ما جبرناش لي سيرسو، هانتوما كتشوف. خلاو شحال من كامبو حيدوا لنا الحلويه علاش الله يعلم. قال لك حقا السبب تجمعات كذا، كنت نساهموا في انتشار الوباء. باغ كونتخ لي زوطخ سبور كرة الرجل مثلا تقدر تجي تلعبها هنا ما كاينش مشكل، كرة الباسكيت قال لك سيدي كتساهم انتشار الوباء. لحقاش ما عندناش شي متنفس، كاين واحد كامبو في فيلا هاريس ولكن خصك من هنا للجزائر اخاوا بزاف. سي باش توصل تان فيلا هاريس راه خصك جو الترامبيات اخاوا اقسم بالله. حنا في هذا الملعب، هذا ملعب القر، حنا كنفرحوا ملي الدوله ولا السلطات كيعملوا لنا شي ملعب اللي كننشطوا فيه، كتجي جميع الاطفال جميع الناس الدراري الشباب كيجيو كيمارسوا الرياضه ديالهم كره السله. حنا كنفرحوا كنزيدوا كندعموا. الغريب الامر حنا ملي جات كورونا حنا قلنا ماشي مشكل، جا عون السلطه زولنا لي بانيس ديال الباسكيت، زولهم بالديسكو قطعهم وداهم. بقينا عام كنفتحوا عليهم ما كاينش. ملي بقينا كنبحثوا مشينا عملنا الطلب، مشينا للجامعه مشينا للبلديه، قال لك ما كاينينش. ملي استغربنا جبرنا السيد الشخص مدير ديال البنكه، قال لك يا ودي كيجيو لهنا ولاد السوق. هانتوما كتشوفوا هاد الشباب هادو ولاد السوق، هادو غير طلبه هنايا، وكنت تجي لحد في الصباح وتجي لحد في العشيه تجبر النساء رجال الاطفال صغارين كيمارسوا الرياضه ديالهم. وخلصنا واحد المقدار، جمعنا مع الشباب، عندنا جروب ديال الواتساب ديال الطلبه، جمعنا ركبنا لي بانيز ديال الباسكيت. يومين ثلاث ايام جينا ما جبرناش لي سيرسو، هانتوما كتشوف ها لي سيرسو ما عرفناش، ما عرفتوش اش عندهم هذا الملعب. حنا هذا الملعب هذا 2005 حنا كنشطوا فيه، عندنا الدراري قدامين وعندنا اساسيده وكاين طلبه. هانتوما البارح كان هنايا كان واحد الجو، واحد عرس رياضي، كنت تجي لحد متنفس هاد المدينه. راه تينا ملي كيكون السيد ساكن في الجامع ديال الباط غادي يهوت فحال تا الملاباطه باش يلعب باسكيت، ما كاينش. هذا الملعب الوحيد اللي عندنا، حنا قلت لك من 2005 وحنا كنحافظوا عليه. كنوجه رساله للسيد الوالي، حنا تجمعنا باش ولا ما كان حتى شي حل غادي نهودوا حنا الشباب كاملين اللي عندنا في جروب نهودوا الولايه. انا عملت له مراسله، قال لي من بعد واحد اليومين نجاوبك عليها. انا كنجي لهنا كنلعب بشي 2014 وانا كنلعب في هذا الكامبو هذا، وكانوا كانوا كانوا داوه قبل كورو، المهم في كورونا قال لك على حسب التجمعات وكذا ما نعرفش شنو كيقولوا. ويا خلاو كامبو الكره، راه هو خلاو شحال من كامبو حيدوا لنا الحلويه علاش الله يعلم، فهمت؟ ودابا كانوا رجعوا ودابا حيدوا، راه هما محايدين، ما تعرف بنادم فين يجبر المتنفس ديالو فين كذا. لحقاش ما عندناش شي متنفس، كاين واحد كامبو في فيلا هاريس ولكن خصك من هنا للجزائر اخاوا بزاف. سي باش توصل تان فيلا هاريس راه خصك جو الترامبيات اخاوا اقسم بالله. زعما هنايا حنا الدراري تبني مكادا، الدراري اللي ساكنين هنايا كاملين كيجيو لهنا، هادي عندنا قريبه، بنادم كيجي تريد هنايا. الرساله ديالي للمسؤولين، شوفوا 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 الشباب، عاونوا الشباب ولا زولتوا لنا الكامبوس، شنو عندكم كان نعملوا؟ ما نلعبوا ما نقراوا ما معك شاب من الشباب اللي كيجيو يلعبوا دائما هنايا الرياضه ديالهم اللي هي رياضه الباسكيت، اللي ما عرفش الدوله مالها مع هذه الرياضه هذه. من بين جميع الرياضات اللي كاينين، الرياضه الوحيده اللي فيها المشكل هي رياضه ديال الباسكيت. دابا انا من 2015 وانا كنجي نلعب هنايا في الحلويه، كنا كنلعبوا عادي بخير، كتلعب بحال اي رياضه كتلعب هنايا، بحال كتلعب كره، بحال كتلعب رياضه اخرى. ني جات المشكل ديال الكورونا كوفيد 19، قال لك كنحيدوا الرياضه ديال الباسكيت من هنايا. السبب ديالها شنو هو؟ قال لك حقا السبب تجمعات كذا، كنت نساهموا في انتشار الوباء. باغ كونتخ لي زوطخ سبور كرة الرجل مثلا تقدر تجي تلعبها هنا ما كاينش مشكل، كرة الباسكيت قال لك سيدي كتساهم انتشار الوباء. قلنا ماشي مشكل، كنتعاونوا مع الدولة ونتعاونوا مع راسنا، خليناهم حيدوا لي سيرسو، خرجنا من المشكل ديال الكورونا. ما بقاتش الحالات كيف ما كانت في الأول، دابا الحمد لله كيف ما كتشوف الحياه نوعا ما رجعت الحياة الطبيعية ديالها. رجعنا لي سيرسو، خسرنا عليهم فلوس، بزاف ديال الشباب تعاونهم في الجيب ديالهم، هي اللي كيسلف اللي كل واحد اللي كيجيب فلوس ديالو. جينا تعاوننا، رجعنا التيران كيف كان في الاول، رجعنا كنلعبوا عادي بحالنا بحال الناس. دابا جاو المسؤولين قال لك حقا غادي نحيدوا لي سيرسو، ما كاين حتى شي سبب واحد اللي خليهم حاليا يحيدوا لي سيرسو. علاش؟ واحد بنادم كيجي يلعب هنايا في نفس كامبو اللي مزولينو لي سيرسو كيلعب كره،
كاينش مشكل. واحد ساكن ما عرفتش في غورزيانه ولا في بوخلف خصو يلعب باسكيت خصو يمشي تنقعد بلا هريز، راه لا يعقل، راه ما المنطق ما كاينش كاع في الجمله هذه. واش عندهم شي مشكل مع باسكيت يقولوها؟ حنا كنطالبوا طلب بسيط، يقيل عليهم يا كامبو د باسكيت الحلويه ينساوه شويه، يمشيو يفكروا في شي مشاكل اللي هما مهمين، يخليونا الكامبو ديالنا في سلام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.